السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس النهاردة عن واحدة من الـ most common intestinal method والـ largest intestinal method. استنى ايه intestinal method؟ هو واحد هنا في مديول الجايتي ولا ايه؟ استنى اما اغير الفيديو. لا، انت فعلا هنا في مديول الريسبيراتوري وهناخد فعلا intestinal method، بس الفكرة ان الـ intestinal method بتاعت النهاردة في مرحلة من المراحل الـ life cycle بتاعتها بتكون على اللونج، وتقعد هناك يحصل لها مولتنج او ماتيوريشن او انسلاخ تنمو وتكبر في اللنج، وبعد كده بنعمل لها انجشن وبتنزل عندنا وتقعد في الانتستين. يبقى ليها جزء انتستينال وليها جزء هرموني. وجودها في اللنج بيعمل لي مانيفستيشن، بيعمل لي كلينيكال بيكشر معينه هنشوفها وهنتعرف عليها وهنعرف ازاي نعمل لها دايجنوزيس وازاي هنعالجها. كمان هناخد في المحاضره حاجه اسمها فيسرال لارفا مايجرانز. الفيسرا اللارفا مايجرانز ده لو قسمناها هنعرف ان هي فيسرا عشان بتصيب الفيسرا الاحشاء بتاعتنا، لارفا علشان كوزد اللارفا يعني مفيش قدر عندنا خالص، مايجرانز علشان اللارفا دي بتقعد تلف وتعمل مايجريشن علشان هي دخلت عندنا بالغلط. وهنعرف يعني ايه دخلت بالغلط لما هناخد اللايف سايكل بتاعه التوكسيكولوجي. يبقى احسن حاجه نبتدي بيها المحاضره النهارده الكيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد النهاردة واحدة من النيماتودز وهنتكلم عليها بالتفصيل دلوقتي. ايه ده الـ WHO منظمة الصحة العالمية سنة 2013 نشرت كيس ريبورت على الحالة اللي احنا هنقولها دلوقتي حالا. ده طفل عنده 12 سنة بيشتكي من ايه؟ بيشتكي من acute colicky abdominal pain، وكمان عنده vomiting وconstipation. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عنده ألم حاد حوالين الامبلايكس حوالين السرة، وكمان الطفل ده بيرجع وعنده constipation، ما عنده امساك بقاله 3 ايام. الدكتور فحصه وكان الكلينيكال اكزامينيشن الفحص بيقول لنا ان الطفل ده pale يعني شاحب، poorly nourished يعني الحالة النيوتريشنال ستيتس بتاعته الحالة الصحية والغذائية بتاعته مش كويسة، ان هو عنده abdominal tenderness يعني انا كل ما احط ايدي على بطن العيان بيصرخ، ورجيديتي يعني البطن بتاعته ناشفة جدا معناها ان فيه severe pain، وعنده silent abdomen يعني هي متتكلمش يعني silent abdomen يعني الابدومن مش سامع صوتها. هو انا المفروض اسمع صوت ايه؟ المفروض اسمع صوت البريستالسيس، الحركة بتاعت النورمال موتيليتي بتاعت الانتستين اسمها بريستالسيس، فانا المفروض اسمع الانتستينال بريستالسيس ده، وده الطبيعي. ما سمعتهاش لما حطيت السماعة على بطن العيان، ما سمعتش البريستالسيس، معناها ان ما فيش بريستالسيس او هي ضعيفة قوي، معناها ان الطفل اللي عنده اكيوت ابدومن ده الانتستين عنده ما بتتحركش، معناها ان هو عنده انتستينال اوبستراكشن. لازم اخد هيستوري كويس جدا من العيان. الدكتور فعلا اخد الهيستوري من الاب ومن الام. الهيستوري بتاع الاب بيقول ايه؟ بيقول ان الطفل ده الحالة الاجتماعية بتاعتهم مش كويسة، ناس فقراء، ان هو بيشتغل مزارع، وان الطفل بيساعد الاب في الغيط، وكلهم ممكن ياكلوا اكل مش مغسول من الغيط على طول. طيب اخد هيستوري من ام الطفل، لقى ان الام دي كان عندها مشكلة كبيرة جدا لسه قريب. ايه المشكلة دي؟ انها لاحظت خروج دودة من ودنها. يعني ايه دودة من ودنها؟ الام بتقول انها لقت ورم، بيج ورم تخرج من ودنها من فترة قريبة، وواضح ان هي ما اهتمتش بالموضوع وما عدى ما عندهاش اي مشكلة. طيب بعد كده ايه اللي حصل؟ احنا قلنا ان الطفل ده كده تشخص ان هو عنده abdominal obstruction acute abdomen، ولازم الطفل ده يتعمل له سيرجري علشان يفك الobstruction ده، وإلا ممكن طبعا يبقى فيتال والطفل يموت. طيب تمام، عملوا الجراحة للطفل، وبعدين ايه اللي حصل؟ لقوا مفاجأة. ايه المفاجأة؟ ان هما لقوا كل الورمز اللي احنا شايفينها دي، لقوا 53 دودة جوه الانتستين بتاعت الطفل، منهم 30 ميل و 23 فيميل. طبعا لازم يتشخص ولازم نعرف هي ايه البارازايت دي، فبالتالي اتبعته للباراسيتولوجي ديبارتمنت علشان تشخص البارازايت دي ايه بالظبط. عملوا لها اكزامينيشن، لقوا ان هي الميل من 15 ل 30 سنتي، ان هو البوستيريور اند بتاعته
كيرفت ان هو البوستيريور اند بتاعت الميل ده كيرفت، وان الفيميل من 20 لـ40 سنتي، والبوستيريور اند بتاعتها ستريت، فكان التشخيص سهل جدا. هي عنده ايه؟ زي ما احنا شايفين ده البوستيريور اند، الطفل ده عنده الاسكاريس لامباركويد. تمام. الصورة دي خبر منشور استخراج ديانت فايلية من معدة الطفل، يعني الموضوع مش نادر ولا حاجة. وزارة الصحة بتهتم جدا بالانتستاينال بارازايتس، تجريع 500,000 تلميذ 2017 في اسكندرية. بعدها 2019 حملة تطعيم لتجريع 800,000 طفل. زي ما احنا شايفين هنا ان الاسكاريس هي اهم الديدان اللي موجودة في مصر. دي واحدة من الانتستاينال نيماتودز. نبتدي بقى نتكلم شوية كباراسايتولوجي، ونتكلم على النيماتودز دول. احنا اخدنا النيماتودز دول كانوا عيلة من ضمن الهيلمانثز. الهيلمانثز كانت سيستود ونيماتود وتريماتود. التريماتود الديدان اللي هي كانت مفلطحة كانت الفلات وورم، السيستود الديدان الشريطية اللي هي كانت سيجمنتد وورم، وعندنا النيماتود اللي هي راوند وورم الديدان الاسطوانية. الأدلت بتاعت أي نيماتود غالبا بتبقى راوندد، بتبقى لارج زي الأسكر زي ما احنا شايفينها، والإجز بتاعتها سهلة وبنعرفها بسهولة. نبتدي نتكلم على اللارفا. اللارفا مهمة قوي في النيماتود، لأن النيماتود ما عندهاش لارفا واحدة. النيماتودز عندنا L1 L2 L3 و L4 لارفا، يعني هي عندها أربع مراحل لكل لارفا. عندها أدلت ولارفا وإيج. اللارفا بتاعتها بتمر بأربع مراحل L1 و2 و3 و4. طيب نبص على اللايف سايكل بتاعت معظم الانتستاينال نيماتود، هنلاقيها ايه؟ هنلاقيها بتتكون من ميل وفيميل، يعني هي مش هيرمافرودايت زي التريماتودز، لا دي عندها الميل لوحده والفيميل لوحدها. تمام. وبعد كده بيدوني الاجز. بعد الاجز هتحصل لها هاتشنج وتطلع لي L1 لارفا. في بعض الاحيان L1 لارفا بتتكون جوه الاجز زي ما يحصل في الاسكاس، بس نبقى عارفين ان L1 لارفا دي اول مرحلة بتطلع من ايه؟ بتطلع من الاج، وممكن تكون ما زالت L1 جوه الاج وعملتش هاتشنج. تمام. L1 دي بنسميها ايه؟ بنسميها الرابديتي فورم لارفا. يعني ايه رابديتي فورم؟ يعني الاسوفجس بتاع اللارفا دي ليه شكل معين، تفاصيل معينة، فبنسميها رابديتي فورم اسوفجس ورابديتي فورم لارفا. طيب الستيج رقم 3 L1، وبعد كده L2، وبعد كده L3. L1 و2 اللي هو رابديتي فورم لارفا، رابديتي فورم اسوفجس، وبعدين L3 اللي هي اسمها فيلاري فورم لارفا. فيلاري فورم لارفا علشان برضو الاسوفجس بتاعها بيبقى فيلاري فورم ويبقى سلندريكال، ليه شكل معين كده، مش عليك التفاصيل بتاعته. طيب يبقى احنا كده عرفنا ان الاسكاريس دي واحده من الانتستاينال نيماتودز، وعرفنا ان النيماتودز بتبقى ادلت وايج وبعدين اللارفا. اللارفا بتاعتها L1 و2 و3 و4. L1 وL2 اسمهم رابديتي فورم، وبعد كده L3 اسمها فيلاري فورم. غالبا مش كل مره الفيلاري فورم لارفا هي اللي بتبقى انفكتيف، بس في حاله الاسكاريس الرابديتي فورم هي اللي هتبقى انفكتيف، وهنشوف الكلام ده في اللايف سايكل. طيب نبتدي نتكلم بقى بالتفصيل شويه على الاسكرز. دي اللارجست انتستاينال نيماتود زي ما احنا شايفين، دي كبيره جدا. الفيميل زي ما قلنا بتبقى 40 سنتي كريمي وايت، بتبقى البوستيريور اند بتاعتها ستريت. بعد كده زي ما احنا شايفين كده عملوا تشريح للفيميل، لقوا ان هي جواها تيوبيولز وتيوبس، هي عبارة عن تيوب جواها تيوبس تانية. اليوترس والأوفري وكل الحاجات اللي جوه الفيميل بتبقى عبارة عن أنابيب صغيرة جدا ورفيعة. بعد كده نتكلم على الميل. بيبقى سمولر 30 سنتي. البوستيريور اند بتاعته بتبقى
كيرفد، وده بيميزه جدا عن ايه؟ عن الفيميل. الاجز بتاعتنا هنا مهمة جدا في الاسكارس. الاجز بنقسمها لتلات انواع. ازاي بنقسم الاجز لتلات انواع؟ احنا عندنا الفيرتيلايزد والنون فيرتيلايزد والديكورتيكيتد. الفيرتيلايزد ايج ده يعني الميل والفيميل كانوا موجودين جوه الانتستين وادوني اجز فيرتيلايزد. يبقى هنا الايج ايه؟ الميل والفيميل كانوا موجودين وادوني فيرتيلايزد ايج. الفيرتيلايزد ايج دي شكلها بيبقى عامل ازاي؟ بتبقى يا اما تيور، بيبقى عندها انر ثيك سموث شيل، وعندها اوتر ماميليتد كوت. اللي احنا شايفينه بره ده هو الاوتر ماميليتد. ماميليتد يعني داخل طالع كده زي الزجزاج مش منتظم. اوتر ماميليتد كوت، والتشيل بتاعتها الشيل بتاعتها بتبقى سموث، وكمان الكونتنت اللي جوه بتبقى اماتيور. طيب نكمل. الانفيرتيلايزد بقى دي يعني ايه؟ يعني ما حصلش فيرتيلايزيشن للفيميلز، فبالتالي الاجز اللي نزلت دي كانت انفيرتيلايزد. اتوقع ان الكونتنت اللي جواها هتبقى مش واضحه، اتوقع ان هي بتبقى شكلها مختلف، وهي فعلا بتبقى لونجر زين هي فعلا بتبقى لونجر وثينر شيل وبورلي ديفلوبد كوت. الكوت بتاعها مش ويل ديفلوبد زي الفيرتيلايزد، وسمول اتروفايد اوفم. الاوفم هنا واضحه قوي جوه الفيرتيلايزد ومش واضحه جوه الانفيرتيلايزد ايج. طيب تالت نوع بقى ده اللي هو ايه؟ الديكورتيكيتد. دي يعني شلنا منه من غير، دي يعني ما عندوش كورتيكيتد، ما عندوش الكورتكس. الكورتكس اللي هو الغطاء بتاعه، يبقى ديكورتيكيتد خلعنا الغطاء بتاعه. بتبقى سيميلر لمين؟ للفيرتيلايزد بالظبط. واضح ان هي شكلها مش مطاول زي الانفيرتيلايزد، دي مدوره زي الفيرتيلايزد، بس ايه كمان؟ بس ما عندهاش الكوت زي ما احنا شايفين. ايه المنظر اللي احنا شايفينه ده؟ حد يقدر يقول لي مين فيهم الفيرتيلايزد ومين فيهم الديكورتيكيتد؟ ها، دي الديكورتيكيتد ودي الفيرتيلايزد. طيب نبص كده على السلايد دي. اللي احنا شايفينه ان احنا عندنا 3 اجز. ياريت نقدر نوقف الفيديو ونقول مين فيهم الفيرتيلايزد، مين فيهم النون فيرتيلايزد، ومين فيهم الديكورتيكيتد. الاجابة بقى هي ايه؟ زي ما احنا شايفين كده ان دي هي الفيرتيلايزد، دي راوندد، دي الكوت بتاعها ويل ديفلوبد ماميليتد كوت. الكونتنت بتاعتها واضح ان هي كونتيننج اوفم. هنا الكونتنت بتاعتها هلاميه مش باينه. الكوت بتاعها خفيف قوي مش متشاف واطول من اللي جنبهم، يبقى دي انفيرتيلايزد ايج. والثالثه دي واضح ان انا مش شايفه هنا ماميليتد كوت خالص، الغطا بتاعها رفيع قوي، فدي مين؟ دي الانفيرتايل ايج. اللايف سايكل بقى بتاعه الاسكارس دي حاجه كبيره جدا، هنتكلم عليها ازاي. اول حاجه بتبتدي بايه؟ بتبتدي بالانجيشن اوف امبريونيتد ايجز. يبقى الايجز دي بتبقى ماتيور جوه الفود اللي احنا بناكله او الكونتامينيتد هانس، دخلت في الماوس بتاعنا. يبقى هنا المود اوف انفكشن انجيشن اوف ايه؟ اوف ماتيور. لازم هاكل الماتيور ايج. لو ما حصلهاش ماتيوريشن قبل ما اكلها، امال هيحصل لها ماتيوريشن امتى؟ يبقى انا باكل الماتيور ايج كونتيننج الرابيتي فور بلارف. تمام، هنشوف دلوقتي الماتيور ايج بيبقى شكلها من جوه عامل ازاي. هنشوف شكل الايج ماتيور شكلها عامل ازاي من جوه، واللارفا وهي بتتحرك جواه. شايفين اللارفا بتتحرك جوه الايج؟ بعد كده تاني ستيج اللي هي ان اللارفا احنا هناكل الايجز اللي كونتيننج اللارفا. ايه اللي هيحصل؟ ان الايجز دي بتعمل هاتشنج جوه الانتستين بتاعتنا، جوه السمول انتستين، وبعدين تبقى ادلت. لا، لسه بقى اللايف سايكل هنا هتبتدي
تتغير عن اي لايف سايكل شفناها قبل كده. اللايف سايكل بتاعت الاسكاريس بتبتدي اول ما بتدخل الماتيور فيرتيلايزد ايج جوه الانتستين بتاعتنا، بتعمل هاتشنج وتطلع لي اللارفا. اللارفا دي بتعمل ايه؟ بتعمل بينتريشن للانتستينال وول. بعد ما بتعمل بينتريشن للانتستينال وول بتروح على فين؟ بتروح على البلد، بتروح على الليفر، وبعدين تروح على الهارت، وبعد الهارت تروح على اللنج. هي كل اللي يهمها ان هي توصل لللنج. اول ما بتوصل لللنج بتبتدي تقعد وتستقر وتتحول، يحصل لها مولتينج، تنسلخ من L2 ل L3 وبعدين L4، بيحصل لها 2 مولت، بتنسلخ يعني بتغير الجلد بتاعها، بدل ما هي كانت L2 تتحول ل L3. قلنا L3 اسمها فيلاري فورم لارف، يبقى L3 فيلاري فورم لارف بتاعت الاسكاريس بنلاقيها فين؟ بنلاقيها في اللنج. وبعد كده يحصل لها مولتينج كمان مرة، وبعدين تبتدي نفسها بقى ترجع تاني للانتستين. هي كده خلاص جاهزة لان هي تبقى أدلت، فلازم ترجع للانتستين عشان يحصل لها ماتيوريشن وتبقى أدلت. طب هترجع للانتستين تاني ازاي؟ ما ينفعش ترجع في اتجاه العكسي، ما فيش اتجاه ماشي للعكس، ما ينفعش ترجع للانتستين مكان ما جت، يبقى لازم تدور على طريقة تانية ترجع بيها للانتستين. يبقى هتعمل ايه؟ الاقرب ليها ان هي تعمل بنتريشن لللنج تيشو والالفيولاي وتبتدي توصل للتراكية. طب وبعد ما توصل للتراكية تتبلع تاني وتدخل جوه الانتستين بتاعتنا، تمام؟ يبقى المرحلة دي اللارفا بنتريت الانتستينال وول، انتر البلاد ستريم، وبعدين تروح للليفر، وبعدين تروح لللنج. جوه اللنج هتتحول ايه؟ هتدينا الثيرد ستيج فلالي فورم لارفا، وبعدين تحصل لها مولتنج تاني، وبعدين تروح على التراكية. بعد ما بتروح للتراكية بتتبلع تاني وتنزل جوه الانتستين وتتحول لأدلت ميل وفيميل، وبعدين تبتدي تلاي الايج. هنشوف دلوقتي فيديو عن اللايف سايكل. Mouths may acquire infections by ingesting these microscopic eggs. دي الماتيور ايج اللي احنا قلنا عليها. Once inside the body, the larvae reach the stomach. الماتيور ايج دي بلعها الشخص، دخلت جوه الاستومك وبعدين like على الانتستين where they hatch. جوه السمول انتستين هتحصل لها هاتشينج، وبعدين هتطلع لي اللارفا. شايفين دي؟ دي اللارفا اللي طلعت من الايج اللي هي L2 intestine and migrate through the circulatory system through the liver and the heart to the lungs. تروح على الليفر، وبعدين تروح على الهارت، وبعدين تروح على اللنج. They lodge in the walls of the air sacs for about 10 days. During this time, they will molt twice. بيحصل لها twice molting جوه اللونج تيشو، بتفضل حوالي 10 ايام. To reach a length of about 1/8 of an inch. While in the lungs, this parasite can cause allergic reaction in the host. Repeated infections can cause an increase in the host's sensitivity to the Ascaris antigen. This process. طبعا هو بيقول ان وجودها في اللنج مش هيعدي بسلام، لازم هتعمل لي سيمتومز، لازم هتعمل لي مانيفستيشن. can cause severe allergic response and respiratory difficulties in infected individuals. In severe cases this problem هتعمل لي نمونيا، وهتعمل لي حاجه كمان اسمها لوفلر سندروم، وهنعرفه بالتفصيل كمان شويه. The larvae then break out of the air sacs and perforate the air spaces after migrating up the windpipe to the throat. بعد كده بتعمل بنتريشن للالفيولاي علشان تروح. They are re-swallowed through the esophagus and stomach to mature in the small intestine. After about 8 weeks of growth, the worms go through a final molt
and continue to grow to a length of 12 to 15. بعد كده بتبقى adult male وfemale وتبتدي تلاقي الايج. نبتدي بقى نشوف الباثوجينيسيس والكلينيكال بيكشر. المفروض ان احنا فهمنا اللايف سايكل ونبتدي نفهم الباثوجينيسيس والكلينيكال بيكشر. ماينور انفكشن يعني عدد الورم اللي عملوا لي الانفكشن قليل، فبالتالي هيبقى نو سيمبتومز. تمام. طيب لو الانفكشن اكتر هيديني مرحله اسمها ستيج اوف مايجريتنج لارفا، اللي هو اسمه اللوفلر سندروم. اللوفلر سندروم ده مهم جدا جدا، زي ما قلنا بيحصل في اللنج ستيج اللي موجوده في اللنج نتيجه ايه؟ نتيجه وجود اللارفا بتاعه البارازايت موجوده في اللنج. طيب هو اللوفلر سندروم ده سبيسيفيك للاسكرز بس؟ لا، ده هنسمعه في الاسترونجلويدز وهنسمعه في الهوك وورم، يعني اللنج النيماتودز اللي بتروح اللنج، اللارفا بتاعه النيماتودز اللي موجوده في اللنج هي بتعمل لي لوفلر سندروم. وهنعرف كمان ان اللوفلر سندروم ممكن يسببه حاجه تانية غير معروفه غير البارازايت انفكشن. بس انا المهم ان انا ابقى عارفه ان عندي ثلاثة بارازايت بيعملوا لي اللوفلر سندروم، وهنتكلم على الاسترونجرويد والهوك وورمز المحاضره الجايه. طيب ايه هو اللوفلر سندروم؟ العالم اللي هو اسمه لوفلر اكتشف سندروم، يعني سندروم متلازمة عبارة عن كذا سيمتومز جمعهم مع بعض، دايما بيبقوا متلازمين مع بعض، فسماهم اللوفلر سندروم. اول حاجة فيهم واهم حاجة اسمها هايبر ايزينوفيليا. هايبر ايزينوفيليا ومش في اي مكان، ده في اللنج. لنج هايبر ايزينوفيليا يعني ايه؟ يعني عدد الايزينوفيلز زاد. هي ايه اصلا الايزينوفيلز؟ الايزينوفيلز دي كانت نوع من انواع الوايت بلاد سيلز، كانت تحديد من نوع من انواع الجرانيلوسايتس. طيب الايزينوفيلز دي كانت بتعمل ايه؟ كانت موجوده علشان لما يبقى فيه باثوجين، لما يبقى فيه فورم بيديو تبتدي تهاجمه. دايما الايزينوفيلز بتكتر وبتزيد قوي في حالات البارازيتك انفكشن. طيب ايه اللي حصل هنا؟ انا عندي بارازايت، عندي لارفا موجوده في اللنج، حتى لو عدد اللارفا مش كتير بس وجود اللارفا في اللنج بيجنن الاميون سيلز، بتبتدي الاميون سيلز تطلع لي انفلاماتوري ميدييتورز، تطلع لي ايه؟ تطلع لي الهيستامين. الماست سيل والبيزوفيلز بتطلع لي الهيستامين. الهيستامين ده بيعمل فازو دايلاتيشن ويبتدي الايزينوفيلز تطلع من البلد، تروح فين؟ تروح على التشو. يبقى هو بيوسع البورز اللي موجوده في البلد فيسلز علشان تعدي لي الانفلاماتوري سيلز وتروح علشان تهاجم الباثوجين اللي موجود في اللنج. كل ده حميد وما فيهوش اي مشاكل، بس لما بيزيد عن حده بيتقلب ضده. يعني الموضوع بيزيد قوي قوي في حاله الانفكشن باللارفا النيماتودز، وبنلاقي اللنج كلها ايزينوفيلز مليانه، الايزينوفيلز عماله تزيد في عددها، وكل ده ضد النورمال فيسيولوجي بتاعنا. لما الايزينوفيلز عددها هيزيد قوي هتبتدي تحصل لي مشاكل في اللنج. هي الايزينوفيلز دي كانت عندها لايزوزومز، كان عندها دايجستيف انزيمز. الانزيمز دي بتكسر التيشو بتاعنا وبتكسر اللنج بتاعتنا وبتعمل لي مشاكل كتيره جدا اسمها اللوفلر سندروم. طبعا هلاقي اكيد بقيه المانيفستيشن ليها علاقه بالالرجي، ليها علاقه بالانفلاماتوري ميدييتورز، بالهيستامين اللي عمال يطلع ده. فبالتالي هنشوف دلوقتي في فيفر، في بلادي سبيوتم، حصل انجري من اللايزوزومز اللي موجوده جوه الايزينوفيلز وطلعت في التشو بتاع اللنج، حصل ازمه علشان الهيستامين والبرونكو كونستريكشن، البرونكاي حصل لها انقباض علشان تواجه الانفلاميشن ده. بعد كده هيحصل لي سكين راش. كل دي الرجيك مانيفستيشن علشان اللارفا بتاعه الاسكرس اللي موجوده في اللنج. اسمها ايه؟ اسمها لوفلر سندروم. هنشوف دلوقتي فيديو عن اللوفلر سندروم وقصه عجيبه لطفل جاله حاجه اسمها ايزينوفيليك اندوكاردايتس، يعني انفلاميشن في الهارت من كتر ما الايزينوفيلز عنده كتيره جدا طلعت جوه التشو ومن ضمنها الهارت، وحصل له انجري كبيره جدا في الهارت واضطر ان هو يعمل ترانسبلانتيشن.
Loeffler's syndrome is a serious but rare respiratory infection that can take doctors months to diagnose. In the most severe cases, that critical time can lead to organ damage. Ursula Perry shows us how one young man will be especially thankful this year and how he was able to beat the odds. When he was just barely 2 years old, we found something terribly wrong with him. Rashes and a fever were a few of his symptoms, but it was a blood test that led doctors to a diagnosis of Loeffler syndrome. Loeffler syndrome is super rare, and it's a blood disorder where you have too much of eosinophils, which is a type of white blood cell. One of the many problems with having this disease is that these cells can build up in the heart and cause the heart not to function well. وهما بيشيلوا الأسكاريس وورم من جوه الأبسس بتاع الليفر، شايفين؟ وكمان عليها بايل، يعني كان في كوميونيكيشن ما بين الليفر وما بين البايل، شايفين؟ عايزين بقى نتكلم على ايه؟ على الدايجنوزيس. الدايجنوزيس انا عندي هيستوري، لازم زي ما شفنا ناخد هيستوري كويس قوي، الطفل ده موجود فين. وهي بالمناسبه الاسكرز بتبقى موجوده في الاماكن الرطبه، الاماكن اللي فيها باد سانيتيشن، الاماكن اللي فيها لو سوشيو ايكونوميك ستاندر، اللي بيبقى مختلط فيها الميه بتاعه المجاري مع الميه المجاري مع التربه، اللي بيستخدموا الهيومن اكسكريتا كفيرتلايزر، الدول النامية طبعا بتبقى فيها الاسكاريس. بعدين هعمل كلينيكال اكزامينيشن، زي ما قلنا الراجل ده لو عنده ابدومينال بين، عنده دياريه، عنده اوبستراكشن، هشوف الليفر بتاعه عامل ازاي. وبعدين هعمل له لابوراتوري انفستيجيشن. لابوراتوري انفستيجيشن من الستيجز بتوع البارازايت، هعمل له ايه؟ هعمل له هدور على الاج، او هدور على اللارفا، او هدور على الادل. حد يقول لي ان انا ممكن الاقي الاجز بتاعه الاسكاريس، وقلنا الشكل من الثلاثه بتوعها دول ممكن الاقيها فين؟ الاجز بتاعه الاسكاريس هي الادلت اصلا موجوده جوه السمول انتستين، يبقى طبيعي ان الاجز هتنزل عندي في الاسطول. ممكن اشوف الاجز لو انا الطفل ده عنده اوبستراكشن وجوه الاوبريشن طلعت الورم، ممكن اشوف طبعا الاجز موجوده جوه الاوبستراكشن. طيب ممكن اشوف اللارفا فين؟ هي اللارفا بتاعه الاسكاريس كانت تبقى موجوده فين؟ دي كانت بتعمل بنتريشن للانتستينال وول، ومش هقدر اشوفها غير في اللنج، كانت بتروح اللنج ويحصل لها مولتنج، فانا بالتالي هشوفها في اللنج. وبعدين ممكن اشوف اللارفا في السبيوتم. الادلت ممكن اشوفها طبعا لو هي طلعت من اوبننج من اللي احنا قلنا عليهم، ممكن اثناء السيرجري اشوفها طبعا. ممكن اعمل له راديولوجيكال انفستيجيشن، واعمل له اكس راي، اعمل له الترا ساوند، اعمل له سي تي. ممكن اعمل الترا ساوند، اكس راي، سي تي علشان اشوف الادلت فين. طيب بالنسبه للتريتمنت بتاعها سهل جدا، ما فيهوش حاجه، ميبندازول، البندازول. طبعا ما انساش ان انا ممكن الجا للحل الجراحه لو لقيت. طبعا السيرجيكال تريتمنت زي ما احنا شفنا بالظبط. طيب ايه ده؟ وزارة الصحة بتوفر عقار الميبندازول للقضاء على الديدان المعوية بالوحدات الصحية، ده سنة 2019. طيب البريفنشن والكنترول، انا علشان اعمل بريفنشن والكنترول زي ما قلنا انا بتراك اللايف سايكل وبهاجمها في الاماكن اللي انا اقدر اتحكم فيها. يعني ايه؟ يعني انا عندي الانفكشن بيحصل نتيجة الانجشن اوف كونتامينيتد فود، يبقى انا اقدر هنا اعمل هيلث اديوكيشن، ابتدي اوعي الناس واقول لهم ان هم لازم يبقى غسيل الخضار، غسيل الايدين، الكونتاكت مع السويل لازم يبقى ليميتد. طيب عندي حاجه تانية ممكن اشتغل عليها، ممكن انا عندي الانفايرومنتال سانيتيشن، انا عندي ستول بيعمل كونتامينيشن لسويل، ده سويل ترانسميتد هيلمنتس، فانا لازم اشتغل على النقطه دي وامنع الكونتامينيشن بتاع الستول مع السويل اللي احنا بنبقى قريبين منها. يبقى انا هعمل ايه؟ جود سانيتيشن، اتخلص من الصرف الصحي بطريقه كويسه تسمح بعدم الكونتامينيشن للسويل. ممكن اشتغل على حاجه كمان، طبعا انا عندي جوه الهيومن حصل ايه؟ حصل انفكشن، يبقى انا هشتغل عليه واعمل تريتمنت، مش هشتغل على واحد واحد، انا بعمل حاجه اسمها ماس تريتمنت، ببتدي اعالج كل الناس اللي في القريه سواء اذا كانوا انفكتد ولا مش انفكتد، وزي ما قلنا هو قرص واحد ميبندازول والمشكله هتتحل.
treatment. يبقى احنا كده اخدنا الاسكرس وعرفنا ان الاذر توارن الهابيتات بتاعتها المكان اللي بتعيش فيه هو الانتستين، عرفنا ان الاكس بتاعتها بتنزل الماتيور في الستول بتاعنا، وعرفنا ان هي سويل ترانسميتد لازم تقعد في السويل شويه عشان يحصل لها ماتيوريشن. بعد كده بناخدها الاج الماتيور اللي جواها الرابيتيفورم لارفا عن طريق الكونتامينيتد فود جوه الانتستين بتاعتنا، الاج دي هتطلع لي الفيرست السكند ستيج لارفا، اللارفا دي تعمل بنتريشن للانتستينال وول، هتروح على اللنج، هتروح على اللنج نركز علشان يحصل لها ماتيوريشن، عشان يحصل لها مولتنج، تعمل مولتنج مرتين وبعدين هنبلعها وتروح على الانتستين. جوه الانتستين هتتحول الى ادلت ميل وفيميل، ما عنديش هنا هيرموفرودايت، الميل لوحده والفيميل لوحدها، يعملوا فيرتلايزيشن والاكز هتنزل في الاستول. المرحله اللي قعدت في اللنج دي ما عدتش بسلام، عملت لي حاجه اسمها لوفلر سيندروم، هايبر ايزوفيليا وازمه وفيفر، وهتعمل لي سكين ريش. ما انساش ابدا ابدا ان الايزينوفيلز بتبقى عاليه جدا في اللوفلر سيندروم، واعرف مين هم البارازايتس اللي بيعملوا لي اللوفلر سيندروم، الاسكرس والانكلوستوما والاستومنجلويدز، هعرف الدياجنوزيس والتريتمنت بتاعت الاسكرس. لازم ابقى عارف كويس قوي ان الانفكتيف ستيج هي الايج، ابقى عارف ان الدياجنوستيك ستيج هي الاماتيور ايج باشكالها الثلاثه، اذا كانت فيرتلايزد او انفيرتلايزد او ديكورتيكيتد، كل دول بقدر اشخص بيهم. ممكن اشخص بالادلت لما بعمل سيرجيكال انسيجن للاوبستراكشن، ممكن اشخص باللارفا لو كانت موجوده في السبيوتا، اعرف يعني ايه فيسرال لارفا مايجرانس، ده نوع من انواع المايجريشن بتاع اللارفا في الهيومن فيسرا. ليه اللارفا دي بتعمل مايجريشن؟ علشان مش عارفه تروح على الهابيتات بتاعتها، مش عارفه يحصل لها ماتيوريشن جوه الجسم بتاعنا. ليه مش عارفه يحصل لها ماتيوريشن؟ لان احنا مش اتفقت الفصل بتاعها، امال مين؟ الكات والدوج. يبقى الكونتاكت مع الكات مع الدوج هيهديني بالماتيور ايج بتاعت التوكسوكارا كيني او التوكسوكارا كاتي، الايج دي جوه الانتستين بتاعتي هتطلع لي اللارفا، هتروح على البلاد وبعدين تفضل تلف في الفيسرا، هتروح النبر تعمل لي هيباتو سبلين وميجالي، ممكن تروح اللنج تعمل لي نمونيا، ممكن تروح على البرين، ممكن جدا تروح على الاي. ساعتها هسميها اوكيلا لارفا مايجرانس. هشخصها ازاي؟ يا اما هشوفها ببايوبسي، يا اما هعمل لها سيرولوجيكال انفستيجيشن، وده طبعا في الاوقع ان انا هشوف الانتيجين او اشوف الانتي بوديز بتاعه التوكسوكارا. بعد كده هديلها تريتمنت انتي بارازيتك، ما انساش ابدا ان انا بدي كورتيزون هنا علشان الانفلاميشن.